تسعة أشياء عجز العلم عن تفسيرها. مكن العلم من تحديد وتفسير أكثر الأشياء والظواهر غموضا في حياتنا، من تلك التي عاصرناها ورأيناها بأعيننا أو حتى التي لم ندركها وحملتها لنا كتب التاريخ. وفي العصر الحديث، بعد أن تطورت الآلات والحواسيب والابتكارات بشكل تصاعدي غير مألوف عن الإطلاق، أصبحت فكرة كشف وتحليل الأمور الغامضة ليست بالأمر الصعب كما في السابق، وبات الأمر سهلا. ولكن على الرغم من كل هذا التطور العلمي الذي وصلنا إليه، فإنه لا تزال هناك على سطح كوكبنا الأزرق ظواهر غارقة بالغموض، ولم يتمكن العلم من إيجاد أي تفسير لها إلى هذه اللحظة. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على جزء بسيط من هذا الغموض. في المرتبة الأولى، التثاؤب. التثاؤب فعل نقوم به دون شك، لكن العلماء لا يعرفون سبب حدوثه. مؤخرا ذهب المجتمع العلمي إلى أن التثاؤب سلوك حراري يبرد المخ، لكن وظيفته البيولوجية الحقيقية لا تزال غير واضحة. وعلاوة على ذلك، لا أحد يعرف على وجه الدقة سبب كونه معديا بين الكائنات الاجتماعية مثل البشر. وذكرت دراسة أجريت عام 2005 أن الشبكات المسؤولة عن المهارات الاجتماعية والتعاطف في المخ تنشط عند رؤية شخص يتثاءب. ولهذا السبب، وفقا لإحدى الدراسات، لا يعتبر المرضى النفسيون عرضة إلى التثاؤب المعدي. مشروعان ينمو في اليابان وتكساس. كوريواكتوس يستر هو نوع الفطر الوحيد في فصيلة كوريواتكس، ولا يمكن العثور عليه إلا في اليابان وتكساس اللتين تقعان على خط عرض واحد. لكن تعذر علماء الفطريات معرفة سبب نمو كوريواتكس في تلك المنطقتين فقط. ويعرف هذا الفطر في تكساس باسم السيجار الشيطان، إذ يبدو شبيها للسيجار قبل فتحه ليصبح كشكل النجم. في المرتبة الثالثة، عاصفة قطب زحل الشمالي السداسية. في قطب زحل الشمالي يوجد نظام جوي يضاهي حجم اثنين من كوكب الأرض ويأخذ شكلا سداسيا غريبا. وصورت ناسا هذه العاصفة وراقبتها لسنوات طويلة، لكن لا تزال هذه الظاهرة غامضة، وليس لدى العلماء أي فكرة عما وراء شكل العاصفة. وما يزيد من حيرتهم أن العاصفة يتغير لونها من التركواز إلى الأصفر خلال سنوات قليلة. في المرتبة الرابعة، مجتمع الحيتان الحدباء. خلال السنوات الماضية لاحظ العلماء ظاهرة غريبة، وهي أن الحيتان الحدباء التي تميل إلى العيش بمفردها بدأت العيش في مجموعات قبالة ساحل جنوب أفريقيا. ولا يعلم العلماء سبب تغير الحيتان الحدباء لطبيعتها، لكن لاحظوا ارتفاع عددها ما يمكن أن يفسر جزئيا هذا التغيير. في المرتبة الخامسة، أشجار الغابة الراقصة في روسيا. في هذه المنطقة الروسية التي يطلق عليها الغابة الراقصة، هناك الكثير من أشجار الصنوبر ذات الشكل اللولبي والدائري، إضافة إلى أشكال أخرى. وزرعت هذه الأشجار في فترة الستينات، وهي الفصيلة الوحيدة من الأشجار الذي ينمو بها هذا الشكل. وترجح بعض الدراسات والنظريات نمو هذه الأشجار بهذا الشكل إلى الرياح الشديدة أو التربة غير المستقرة أو تدخل الجرارات. في المرتبة السادسة، المادة المظلمة. تتكون المادة من البروتينات والنيترونات والإلكترونيات، لكن تركيب المادة المظلمة أو المعتمة أو السوداء كما يطلق عليها في علم الفلك لا يزال لغزا يحير العلماء حتى الآن. وتشير إحدى النظريات إلى أن المادة المظلمة تتكون من جزيئات لم يتم تحديدها أو اكتشافها. وذكرت دراسة أجريت في عام 2016 أن المادة المظلمة ربما تتكون من ثقوب سوداء بدائية لا ينبعث الضوء منها أو تعكسه، لكن التركيزات المرتفعة من المادة يمكن أن تصدر ضوءا، وهو ما جعل العلماء يعرفون بوجودها. وتعود أهمية المادة المظلمة إلى أنها تزيد من قوة سحب الجاذبية لخلق الكواكب والمجرات. في
في المرتبة السابعة خرخرة القطط. منذ قديم الأزل يعود صوت خرخرة القطط التي تصدره عند الشعور بالطمأنينة والفرح لغزا، ويعتقد حاليا على نطاق واسع أن العضلات حول حنجرة القطط تنقبض فتحدث اهتزازا يصدر هذا الصوت التقليدي. لكن سبب خرخرة القطط لا يزال غير معلوم، وتقول إحدى النظريات إن هذا الصوت يعزز نمو العظام عند القطط لأن تردد الاهتزاز يدفع العظام إلى الصلابة استجابة إلى الضغط. في المرتبة الثامنة رشقات الراديو السريعة. رصدت مراكز مختصة بعلوم الفضاء ما اصطلحوا عليه علميا برشقات الراديو السريعة FRB، ويرجح علماء أن تكون قادمة من مجرة أخرى وأنها تحدث تقريبا كل ثانية. في المرتبة التاسعة فوهة سيبيريا. باتوم فوهة عملاقة تقع بجوار إحدى الأنهار في سيبيريا، وهي عبارة عن ركام من حجر الجيري المكسور، ويبلغ عرضها 520 قدما وطولها 139 قدما. ويعتقد المحليين أن الفوهة التي اكتشفت عام 1949 ذات صلة بالموت نظرا لعدم نمو النباتات هناك ورفض الحيوانات الاقتراب منها. دعمنا بلايك واشترك للقناة وقول رأيك في تعليق، ليأتيكم المزيد إن شاء الله في قناتنا قناة الثقف.